الأول من نوفمبر من عام 1959 تأسست المدرسة السعيدية في مطرح، وهي واحدة من ثلاث مدارس نظامية فقط قبل النهضة، وكانت هي الأحدث. في بدايات النهضة تحولت إلى مدرسة للبنات باسم مدرسة أسماء بنت أبي بكر لمدة أكثر من ثلاثة عقود، عادت بعدها لتحمل اسمها القديم المدرسة السعيدية، وهو الاسم الذي حملته جميع المدارس الثلاث قبل النهضة. الأول من نوفمبر من عام 1973 افتتح مركز شرطة البريمي، وكان يتبع وحدة شرطة صحار. الأول من نوفمبر من عام 1995 بدأ التداول بالإصدار الخامس للريال العماني، وقد صدر بمناسبة احتفالات البلاد باليوبيل الفضي للنهضة العمانية الحديثة. الأول من نوفمبر من عام 1998 زاد عدد ساعات البث بإذاعة سلطنة عمان ليصبح على مدار 24 ساعة، وكذلك أصبح بث تلفزيون سلطنة عمان على مدار الساعة. الأول من نوفمبر من عام 1998 بدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع ميناء صلالة، حيث دخلت الميناء سفينتان عملاقتان، واحدة أمريكية والأخرى تحمل العلم الدنماركي. الأول من نوفمبر من عام 2006 بدأ رسمياً بث البرنامج الثاني لتلفزيون سلطنة عمان عند الرابعة عصراً، والتي أصبحت لاحقاً القناة الرياضية. الأول من نوفمبر من عام 2009 تم تدشين الوحدة المتنقلة لفحص سرطان الثدي، وقد نظمت الجمعية الأهلية لمكافحة السرطان بمساعدة متبرعين من كافة فئات المجتمع هذه الخدمة كبرنامج موسع للتوعية بالمرض وتشخيصه كخدمة قائمة على المجتمع. الأول من نوفمبر من كل عام اليوم السنوي للحرس السلطاني العماني.